حثت هيئة تنظيم سوق العمل العمالة غير النظامية في مملكة البحرين وحاملي تصريح العمل المرن إلى المسارعة في تصحيح أوضاعهم القانونية من خلال الالتحاق بنظام تسجيل العمل. نعم، وذلك قبل انتهاء فترة السماح في الرابع من شهر مارس المقبل. وأكدت الهيئة أنه مع انتهاء فترة السماح سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتم ضبطه من المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل دون استثناء، مؤكدة العمل على تكثيف عمليات الترحيل والحملات التفتيشية في جميع المحافظات وأماكن تجمع العمالة والأسواق التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وأشارت إلى أنه يمكن للعمالة الوافدة المتواجدة في المملكة والتي انتهت أو ألغيت تصاريحها وحاملي تصريح العمل المرن التقدم إلى نظام تسجيل العمالة شريطة ألا يكون من ذوي الأسبقيات الجنائية أو تاركا للعمل بالمخالفة لشروط التصريح.